Bakit dito na ako mag-delicate? Here? Yes. Thanks, our old movie, Miss Daniel. How I can kula hamas mo akbar ako kuya awa mila ele. Hindi, laki na kula akbar ako kuya fi alwaka. Pressure stop. Inna akbar thamina. Nahnu la nakum bistakdam akbar shuk thamina, laki na nastakdam akbar thamina. Laki fi bad alahyan nata nakum bistakdam akbar mukallada, laki na adatan man nufadla bi alakbar alasliya. طب وعشان موضوع التكلفة ده برضو اعتقد انتي مدخلة يمكن نوع من القماش kind of material عشان التكلفة فيه القماش موجود معانا في الاكسسوار نفسه مش كله سيلفر او ذهب this is silver. لا هذه فضة أيضا هذه فضة أيضا ولكن هذه فضة هذه هي القطعة التي تسألين عنها نعم لأننا نريد أن نعطي هذا المظهر لذا نقوم باستخدام المجوهرات لذا نقول أنها ليس يجب أن تكون دائما في صورة فضة هذه فضة هذه فضة هذا الشكل شكل حديث نعم نحن نقوم بتصميم وفقا للتصميمات الحديثة إذا نقوم بإدخال الأشياء الجديدة ونحضرها. عايزينك تدي نصايح للبنات يعني ايه الحاجات الموضه اللي ممكن يلبسوها بالليل ايه الستايل يعني مثلا يلبسوا حاجه طويله بالليل الصبح تبقى يعني عايزينك برضو تقولي نصايح اكتر عن ال في الواقع كل سيدة يجب عليها بالطبع أن تستخدم المجوهرات وكل سيدة تهتم به وهذا أمر لا يجب عليها المسلمين بأن يقوموا باستخدام شيء معين عليهم التجربة عندما يجربون شيء يجعلهم يختارون مثل الرداء عندما تستقمون بشراء فستان يجب عليك أن تقومي بارتدائه لاختياري ما إذا كان ملائما لك أم لا في بعض الأحيان البعض يناسب قطع مجوهرات كبيرة والبعض لا يناسب ذلك في السيدة الطويلة مثلا في بعض الأحيان يمكن أن يناسبها مجوهرات طويلة والزميلة يجب عليها أن تختار ما يناسبها يس دي شو تشارد themselves ده أنت اتكلمتي برضه في البداية عن الكعوب العالية وإن أنت ممكن تحطي على الكعب بعض الاسترس عشان تزينيه ده بيبقى بمواد معينة بألوان معينة the high heels I cannot get you said in the beginning you use some stone on high heels The high heels? Yeah. Use stones on it? No. نعم الكعوب والملابس نحن نقوم في بعض الأحيان باستخدام مجوهرات معها طيب عايزين برضو نعرف يعني اللي هناك العقد ده سيلفر Of course. This one? Yes. Yeah, yeah. It is made in نعم إنه من الفضة وهو أسلوب تركي تقليدي يمكن أن نقوم بتشكيله. مثل قطعة قماش. نعم. إنه مثل قطعة قماش نحن نقوم بتشكيله ولدينا منه ألوان مختلفة لدينا اللون الأخضر، اللون الأحمر، اللون الأزرق هو منتشر للغاية. في جميل مختلفة. طب انا شايفه برضو يمكن موضه انك تحطي الخاتم مع سواء البريسلت يعني يكونوا زي بعض كبار كده ولا يفضل حاجه صغيره في الايد مع حاجه كبيره يعني الاثنين مع بعض موضه The big pieces like this. القطع الكبيرة قطع المجوهرات الكبيرة هي القطع التي ترتدينها. Yeah, it's fashionable. Yeah, it's fashionable. الموضة هذه هي الموضة أنا كذلك أفضل أن أقوم باستخدام قطع كبيرة وهذه هي الموضة كما ذكرت من قبل والأمر يعتمد بالطبع على رغبة المستهلكين. البعض يفضل القطع الكبيرة لذا نقوم بتصنيع هذه القطع الكبيرة لهم. ونحن نقدم ايضا تصميمات مختلفه ونأخذ التصميمات الموجوده في مختلف انحاء العالم وفي تركيا نحن نقوم بتصدير الى ايطاليا واليونان الكثير من المجوهرات اذا معظم التصميمات تاتي من ايطاليا وتركيا واليونان ونحن نقوم فقط باعدادها لكي تناسب ذوق المراه المصريه المجوهرات نفسها من ايطاليا وبتخلوها تبقى يعني بيتم تطويرها بحيث انها تكون لائقه اكثر
No. أنا أتحدث عن أن إيطاليا هي أول مصدر مصدرة في العالم، وهذا فيما يتعلق بالجودة. وأنا أقوم به أن مجموعاتي مختلفة، أنا أخذ دائما التصاميم الملكية وأقوم بتعديلها لكي تناسب الذوق، لأنها تناسب المرأة. هي مجموعة ملكية وتصميمات ملكية، نحن نضيف إليها بعض الألوان الإضافية، لأن في التصاميم الملكية لا يستخدمون الماس مثلا، نحن نقوم بتشكيلها بشكل مختلف، نستخدم أحجار مختلفة، ولكن معظم تصميماتي تأتي من القديم، من التصميمات القديمة، وأقوم بتحديثها. طيب دي برضو فضة، يعني انا شايفة دي نفسها زي ما اخضر برضو. طب ازاي بتلونيها؟ ازاي بتتلون الفضة تبقى اخضر كده؟ باستخدام الليزر. نحن بتلونها باستخدام الليزر. هل الاستخدام الليزر بيخليها تبقى مكلفة اكتر؟ يعني بتخلي القطعة نفسها تكون حقها اغلى؟ لا لا تجعلها اكثر تكلفة، لا يغير هذا السعر. انتي برضو مش هتقولي لنا الاسعار برضو. عايزين نعرف الاسعار بما انها حاجات رويال. يا رويال ديزاينز اكشلي، يعني يو وانت تو ليرن ذا برايسز اباوت. هل تريدون ان تعرفوا اسعار القطع المتوسط؟ نريد ان نعرف المتوسط، هو يتراوح بين 100 دولار، والامر يعتمد بالطبع على الاحجار. نتحدث بالدولار. نعم، لان هذه التصميمات انا قمت بارسالها الى الولايات المتحده الامريكيه والى مصر. انا اوجه انتاجي الى الولايات المتحده ومصر لهذا السبب، ونتاكد من ان الجوده جيده، لاننا نرسل الى الولايات المتحده لذا نتاكد من الجوده. نحن نقوم هنا بوضع ختم، ستجدون في الخلف ختم يتحدث هنا عن الجوده، يوضح لكم الجوده لكي نكون ذلك ضمان لمنتجاتنا. ولهذا السبب كل جزء نتاكد من انه تم التاكد من جودته قبل ان نطرحه في السوق. يعني حاجات جميله، واحنا بنشكرك وان شاء الله يعني نشوف ديزاينز اكتر ليكي. How do you say thank you in Turkish؟ تشكرا. دلوقتي احنا نروح مع كل مشاهدينا، وصلنا للساعة 8 ونروح للزميل عمرو توفيق ونشرة الساعة 8. صباح الخير مرة تانية عمرو. صباح النور يا داليا، وعفوا بعد هذا الحديث الناعم في مجال الأناقة والشياكة النسائية إلى حديث خشن في عالم السياسة والأخبار. موجز الأنباء، تبدأ اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الاجتماع الدوري الثاني.